بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. واضح يا عزيزي ان عبد الرزاق حمد الله مصمم يحط على اي حد كان بينتقده. عبد الرزاق حمد الله بيدخل في جوله الافضل في الدوري السعودي. ايه يعني ما طبيعي عبد الرزاق حمد الله من افضل المهاجمين في الدوري السعودي وهو الافضل. يعني بص عزيزي، من غير تناكه كتير، عبد الرزاق حمد الله دخل مكان كريستيانو وكريم بنزيما. الموضوع بجد عزيزي، عبد الرزاق حمد الله موجود مكان كريستيانو ومكان كريم بنزيما. يا باشا، انت مش بتتكلم دلوقتي على الدوري السعودي من 5 6 سنين فاتوا، لا انت بتتكلم على الدوري السعودي دلوقتي اللي هيتم اختياره في لاعب الجوله او تشكيل الجوله، دول 11 اسد. انت بتتكلم في ايه يا باشا؟ اسمع بس الاسماء عشان ما تحسش ان الموضوع هايف لا مؤاخذه. عبد القدوس عطيه حارس الوحده، زكريا سامي في خط الدفاع لاعب ابها، احمد شراحيلي الاتحاد، بعض الله العمار ضمك، مهند الشنقيطي الاتحاد، الوسط انسيمالو الوحده، روبن نفيز الهلال، حسين العيسى الوحده، كويسون الاتفاق، الهجوم صالح العباس الرياض، عبد الرزاق حمد الله الاتحاد. دي واحده من الجولات اللي فيها لعيبه كتير عرب اعتقد ان الايام الجايه هيختفوا. مع احترامي الشديد يعني للجميع، ولكن اعتقد ان في ناس هتختفي. اتمنى ان حمد الله يكون من الناس اللي ما تختفيش، يعني اتمنى ان حمد الله يكون من الناس اللي ما تختفيش. روبن نفيز هيكمل معانا شويه. شفت انت سمعت كام اسم لعيب سعودي عشان يجي لك الناس يقول لك اصل في لعيبه سعوديه هتتظلم في الليله؟ لا عايزين، انت فاهم غلط، فاهم غلط. الدنيا بالنسبه للدوري السعودي طلع الاب مش نازله داون، بس ان شاء الله حمد الله يفضل دايما مكمل في الاب، ما ينزلش معانا في الداون، ويخلينا نسمع كلام من نوعيه حمد الله الافضل وحمد الله المهاجم اللي بيكون موجود مكان كريم بنزيما وموجود مكان كريستيانو رونالدو في مهاجم الجوله. ان شاء الله يا رب دايما حمد الله يتفوق على كريستيانو ويتفوق على بنزيما ويكون مهاجم الجوله. احنا خسرانين حاجه عزيزي؟ اي حاجه؟ انت خسران حاجه ولا حاجه؟ دقيقتين ونص عدتهم معانا، كانت الحياه حلوه والحياه في البيس، وديك عرفت تشكيل الجوله الثانيه في الدوري السعودي. معرفك حاجات وانت قاعد في مكانك، خدمه فيها في ستارز. لو عجبك بقى الفيديو انزل اعمل لايك وسبسكرايب، ما عجبكش براحتك يا اسطى، ما جيتش بجمال. وقول لي كام مره مقمقت المعزه اللي بره، وكم مره شفت دبان موجود في الكادر.